شو عم تحكي شهورة؟ لك أنا بدي خاف من هيك وزواز. لك اللي زعلانة؟ كمان زعلان ولا شيء، بس أنا كنت عم أقول يعني إذا شوفير من ناحيتي أنا بأمن عليكي أكتر. هذا شو بعرفنا منين قرعت أبوه؟ هذا ابن خالتي محاسن. محاسن؟ إيه طمنتيني. وإذا ابن خالتك يعني دخليك ابن خالتك يعني مو رجال؟ خلص بقى روق أبو عبدو. شبنا؟ ما شبنا. هلا أنا وأنت بعد ساعة ما رح نشوف بعض؟ ولا بعد ساعة ما نشوف بعض؟ إيه يعني شو يعني شو يعني؟ حضرت لك مفاجأة حتخليك لا تخاف لا من ابن خالتي ولا من غيره. لك شو هالحكي اللي عم تحكيه شهورة؟ لك أنا فردوس؟ فردوس أنا؟ ما بخاف من حدا. أبرني سي السيد. إيه خلص بشوفك بقول لك. إيه ماشي ماشي خلص لحتى نلتقى بنحكي. إيه بس سؤال قبل ما تسكر، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ عمره مزارك. لك أنا بعشقك. أنا نص أنا كلي. لك شو بموت عليك أنا. باي.